ليش؟ حرم الله عز وجل المعازف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل شعار المسلم التغني بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. شفت هذه الروح اللي احنا قاعد نتكلم عنها، الجوفة اللي تحتاج إلى امتلاء، جزء منها من هذا الامتلاء لازم يمتلي بالتغني، لأن قلت لكم الغناء حاجة فطرية. أفضل شيء يعني سوف يملأ هذه الروح هو كتاب الله جل جلاله. فإذا أنت تغنيت بكتاب الله جل جلاله استغنيت، امتلأت روحك. ليش أنت الحين تشوف ناس في رمضان لمن يصلي التراويح ولا القيام ما حد كلمه ما حد وعظه، هو بروحه أبي يرجع لله عز وجل وخلاص أبي أحافظ على الصلاة. قسما بالله تأثير القرآن على روح الإنسان مو طبيعي. ليش؟ حرم الله عز وجل المعازف، لأنها تصب نفس المكان اللي يصب فيه الوحي. احنا الحين عرفنا أن الروح جوفاء تحتاج إلى امتلاء، جيت أنت حطيت كلام فاسد حب وغزل فاحش راح تحس بالامتلاء. خلي ينقضي هذا اليوم، شوف النكبة اللي راح تصير له والضنك والضيق، لأنك أنت مليتها بشيء سم راح تشتكي روحك من الألم.